لفائف القشطة تكفي 10 أشخاص. الأدوات: مدرج تقطيع وجات فرن دائري بقطر 35 سنتيمتر. المقادير: للقطر 420 غرام أو كوبان سكر، 375 مللتر أو كوب ونصف ماء، وملعقة طعام عصير ليمون. للفائف القشطة 8 رقائق عجين بقلاوة قياس 20×40 سنتيمتر، 400 غرام قشطة بقرية مغلية. طريقة التحضير: للقطر نقوم بغلي السكر والماء ونحرك حتى يذوب السكر، نضيف عصير الليمون ونحرك، ثم نتابع الغلي لمدة 2 دقيقة. للفائف القشطة نأخذ رقائق العجين وندهن سطحها بالسمنة، ثم نقلب 4 منها رأسا على عقب وندهن سطح الرقائق بالسمنة. نقسم العجينة إلى 10 مستطيلات صغيرة ونضع على كل مستطيل مقدار ملعقة صغيرة من القشطة. ندهن جات فرن بالسمنة بوساطة فرشاة، نلف كل مستطيل حتى يأخذ شكل اسطواني ونضعه في الجات، ثم ندهن اللفائف بالسمنة. نضع الجات في الفرن المسخن مسبقاً بالدرجة 160 مئوية لمدة 35 إلى 45 دقيقة. نرش القطر حسب الرغبة، ثم ننقل اللفائف إلى طبق تقديم ونزينه بالفستق المبشور.